عملنا لكم احصائيه بسيطه كده عن رؤساء، علاقه رؤساء الانديه وبطولات الدوري، ومين يعني كل واحد خد كام بطوله وكده، الدوري فقط. لكن طبعا لو عملنا بطولات اخرى زي الكاس وافريقيا وهنجد يعني رؤساء اخر يضافوا الى هذه القائمه. ولكن اللافت للنظر ان صاحب الرقم القياسي في حصد البطولات احمد باشا عبود. البطوله ابتدت امتى يا استاذ ابراهيم؟ الكابتن صالح الرقم القياسي 11 دوري. كابتن صالح على فترتين صح؟ اه يعني على اكتر من فتره. لكن طب قول لي عشان انا ما ارتجلش. بصوا كابتن محمود الخطيب الرئيس الرابع عشر للنادي الاهلي، احمد عبود في البطولات المستمره ورا بعضها بالظبط. لكنه الرؤساء النادي اللي في عصرهم الاهلي فاز ببطوله الدوري ثمان رؤساء من ال 14 من سنه 48. لملاحظه انه البطوله بدات 48 ما قبل 48 لغايه 1907 نشاه النادي ما عندكش بطوله دوري، لكن من 1948 ما عندكش. استنى لان الناس ما عندكش بطوله دوري ممتاز، ما كانش تقام بالبطوله. ايوه ما في مسميات اخرى للبطولة. لا ما بداتش بطوله الدوري بقى، دوري القاهره، كاس السلطانيه، كل البطولات حتى كاس مصر من 20 كلها بطولات سابقه على الدوري. لكن ما يخص الدوري مع بدايه سنه 48 احمد عبود باشا رئيس النادي الاهلي فاز الاهلي معاه ب 10 دوري. محمد توفيق خشبة باشا رئيس النادي الاهلي بالانابه دوري واحد، ده جد هادي خشبة بالمناسبه. طب بس الاول قول من سنه كام لكام عشان الناس تفهم. لا من غير سنه يعني مش محدده السنه، لكن لا من كام؟ من 48 ل 61 يا استاذ ابراهيم عبود باشا. لكنه اللي بعد كده عشان بس لانه هنفاجئ بحاجه، في بطولات متصله يعني في بطوله استمرت بدات مع رئيس وانتهت برئيس تاني، فمنعا لهذا التداخل خلينا نقول انه مع احمد عبود باشا 10 دوري للاهلي، مع محمد توفيق خشبه باشا دوري واحد للاهلي، مع الفريق عبد المحسن كامل مرتجي 5 دوري للاهلي، وفي بطوله مناصفه مع كابتن صالح سليم. جه كابتن صالح سليم فاز الاهلي معاه ب 11 دوري وبطوله مناصفه مع الفريق مرتجي، مع الكابتن عبده صالح الوحش دوري واحد، مع الكابتن حسن حمدي 7 دوري للاهلي وبطوله مناصفه مع المهندس محمود طاهر. جه المهندس محمود طاهر فاز معاه الاهلي ببطولتين للدوري وبطوله مناصفه مع الكابتن حسن حمدي. كابتن محمود الخطيب مرتين للاهلي فوز بالدوري وبطوله مناصفه مع المهندس محمود طاهر. كلهم رؤساء مجالس الاداره، الانجاز ينسب لمجلس الاداره كله، لكن رمز المجلس هو رئيسه، فبالتالي دول كانوا الرؤساء الثمانيه اللي فاز معاهم الاهلي فاز ب 42 دوري. اقول ظواهر شويه كده. ليه انا حريص على اول رقم بتاع احمد باشا عبود؟ هو كان رئيس النادي الاهلي من 48 حتى انه قرارات التامين اتأمم فسافر بره 61، لو كان موجود كان كمل. ايوه وخد بطولات اخرى. وفي لحظه التغيير دي حصل دروب، فخرجت بطوله الدوري لاول مره بعد هو مسافر. يعني من البطولات العشره 9 بطولات متتاليه توقف خلالها الدوري 3 مرات. لاسباب مختلفه، الحرب واسباب مختلفه. لكن ما حدش من 48 لحد ما مشي التسع بطولات الاولانيين محدش خد البطوله غير النادي الاهلي. ثم خرجت البطوله وعادت اليه. فهذا الرقم لافت للنظر. كابتن صالح بقى قضى الثمان سنين بتوعه. بعدين تسلم منه كابتن عبد الصالح الوحش. في دوره لم تكتمل. في دوره لم تكتمل، خد خلالها بطوله وتعثر النادي الاهلي ورجع. فجاء الكابتن صالح ليعمل مشوار ولا اروع ولا انجح عشان ياخد 7 بطولات متتاليه لغايه رحيله في 2002. يعني كاد ان يحطم الرقم القياسي. بعد كده طبعا زي ما انت استعرضت اجيال بتسلم بعض، ما فيش حد ما خدش بطولات. اجيال كلها سلمت بعض حتى طبيعه البطوله، لانه الدوري في موسم فممكن يبدا مع رئيس او مع مجلس وينتهي مع مجلس. حصل في لحظات التسليم والتسلم ما بين الكابتن حسن حمدي والمهندس محمود طاهر، وما بين المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب وكابتن صالح والفريق مرتجي وهكذا.